ورقداسي قدوميه محكمه السره وقري وحي ورقه الشرعيه بالمرسن تاني وحي اوغا سي دريسا ددكي ريرسول وايو نينك كليا هلكا تيي كرا اي مانتي جوغي بلبا هادين محاي تي رير لاس عانو دنك لينهي بيدغيسو نيمان كان مركي الحكومه سيدا لا شيغا غريقان كودو شيغي مو جوغن غريقان كي ودودي لها يانو عسكري هاي كترسن دلان سومالان هاين هاين اين ما دابو سول يي لاس عانو يي سناق بري يي بو هودلي سناق قلبيد يي بو هودلي اي نان هاينين او على مدى كبه بني يدب لوغا سو قاتي وحي كدق انت يدلك يو بقول يو دوري عفرتن مقنطعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا هادا قرب كيغا فديا وريه هوري هادا ناه سياسي أحمد موسى سكارو كسو دوو تلفشك على بن سي بي وان دوو هاي اديجي تلفشن كبوان كو دوو هاي ايان لي اهد بانو دوو مالمي هو دنبيي دني سياسيو حالات الدل كلا السعودة بعد هيد ما ننتي شرح هيد قريغان كوكو باو حصوص على وراق وراق دا سو وحويان كو قد بينا يو قدومية ها قولها وكيلة دا سومال لعمسا خليف عمد ادو سا وارتا ارنتا دمان بدن بارلمان كو بدن كيسو كاد لي ورقا دا سي سيدا شرع ودiga يو دستور كي حريوسات كا قولها وكيلة دو وحيد ورقد شرعي بال مرسن ما يهين إن محكمة دسرة أي فرق جلسو ولا سو كرا قف كدم بولا سو كرا إن وحي هيد وحد داون يج حالة تو قريقان حل بام مصطفى خيري وحنا حسوا كلمة دولا وحيدين الشرعي يلا ويدي إن المسلم ويدي ما يهين ورقد داسي قدومية محكمة دسرة وقري وحي ورقة الشرعية بالمرسن بل بها دي اللي يدين ايو عبد الرساق وحي تقوليه سين حريلان توقد بسو انا محكمة دا ان اوقد بن وحن قباين اي ورقة داسي هايد ورقة الشرعية كنتي بالمرسن كتو سيسا ولي بسور كلب حين ايسو وحا قدومية محكمة دا سري ايو حلو يريو امر ربيتان كموسو كشق ايو waxay ku tusaysaa arinta dalkeenu halku taagan yahay waxaan aaminsanahay Cabdirasaaq Khaliif runtii uu baqan yahay wax kastaaba xagga kale kulmaane madaxweynaha iyo baarlamaankiisa uu gudoomiyo u haaba way ogaayeen xaaladda uu ku tagay tani waxay uga sii dareysaa dadkii reer sool waayo ninka kaliya halkaa tagi kara ee maanta joogay balba hadan maxay tahay reer laas aanu danka leenahay aynu la hadli lahayn ama inoo soo dhaweyn lahaa waysaga arintana way sii fogeynaysaa oo waxaan u arkaa barito hadii taasi socoto inkastoo ay dee baarlamaanku joogaan oo aan iyagu sharciga jabinaynin haddana haday socoto inay noqonayso bari in meel dheer laga doono oo iyaga oo muuse biixi iyo يا عبد الرساق خليفة مدحوينة سيدي خاتمو كلين محايتين ان اي نقن دون طلب مدحوينة يقوا ان لو هذا السيو او ان جسي فوجيو اما كي لو ده هاي وحنا نقول ورقة داسي وشرع درو قدوميها كان نقطة ما نقول لها يا بريطاني ميل دير تجيني انك استو بارلمان كان كوكر صون هاي قدوميا بارلمان كي كسيما بارلمان كي تشوجا ان انا وارين تا اقبل دونين ee celinayo ama uu celiyay aan ku kalsoonahay laakiin waxaan u arkaa inay warqada iyo systemka loo qoray bash ay sharci darro ahayd marka muuxalada xaaladda way sii fogeysaa oo xaaladda uga dareysaa mise wax weeyaan in xaaladda way Cabdirasaaq Khaliif wax weeyaan xaaladda la saanad uu sii kicinaya ma way sii kicinaysaa waayo maxaa ku sababaysaa waxaan ku sababeeyey waa qofka keliya maanta la saanad jooga ee tagi kara horena waan u sheegay waadarkiisii markii lala hadlayay uu garaadkiisu magacaabay wuxuu la waa gudoomiyihii baarlamaanka gudoomiyihii baa inala joogu lahaa waa ninka kaliya intuu taga la odhan kara ama waa xildhibaankii ama waa gudoomiyihii ee halkaa wax ka goyn kara markaa waxaan u arkaa inay sii fogeynayso baan u arkaa waxaa lagu eedeeyey inuu wax weeyaan sharci jabin sameeyey inuu dastuurka qaranka ku xad gudbay inuu dhaartii wax weeyaan qaranka ugu dhaartay uu ka baxay adigu waxaas kuma muuqdaan eeda la eedeynayo
يسيدو لودق ميه شرع جلو تبين يا وكلاشات إدا ودد إدا المرينا يا وحويان ولي بقى نقول حنقبا إن ما د إنه دد كيسيل لا يردرين نقضوا ووح كلية سودويني يو إنه سودويني وهدو تو وحكو جويني يو أرانا يو دد كيسي كسودويني أرانا يو أينو وده هذا الفرق أما أينو إن محاي هي تو وده هذا الله وعدة كلية هالكائن قتيك كرتا ما هو حتيك رين دين دين يو باو تيك رين يو 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 يوم حي هتي يو كورا لاس عنو تيك رو عنو دد دد ينو كين كرام محاو جدي أنا تكلم دد يعني كسو كذي ده هو حاو جدي ذي يا باور كايا ود ده سنة الحين هرجيسي كو كوبين هين لكن يجوري مقاري كران يجو متي كران ودد وده هذا اللي يدد كودي وحبك ما جوين كران لكن يسوق وانو دد كودي وحبك جوين كران أيام لورن كرا هدي يسبدلوني ما دو إنو النرورة إنو تيمادو وحق ربي نسنوغ سودغو وعيد كليه انو سودوين كرا بانا نقوغا واي مالمي هود دنبيه مالمي هود دنبيه برا برشتا وحيست اسكري اسكري غاسو قبر داوع اسلامر كانا حيحدان اسل الدقان كا عينا بانا كسو تشيدا ادوك سيا واركتا وحان واركا غفكو حقوق بولي موادين مو وح والحكومي كرا والحيل كرا لكن دختر بوا ولي هاي إلا مريو دكتور هلا قفكو قفك حنون سنة يا در إلهي وحنون صدا وحو لي هاي تا حقوق بولي هاي إلا دويو أرنتا وحنو أركا تعدي إنو دكتور هلا وايو وحنو أركا إني تاي وح أنشحا يو دستور كبك بحسن محبوس كد وحو لي حقوق بلا هذا نمو لي هاي وحايد دكتور إلا دويو أرنتا سي وحايا هاي فول حموين ساقو سلسلة ديسان أما حرن inu sidan dhacaan kugu socdo waxay ahayd arin aad looga yaqiin qasoodo in askarigaasina runtii dhaqtar buu baahan yahay waa inuu dhaqtarkiisa iyo xuquuqdiisa hela hadii ba dhibi jirto dhibta waxayd maadaabu shaqo ku dhaawacmay deen maadaabu isagu xanuunsaday maadaabu silsiladeysan yahay inuu in arinta la galo oo dadka wax noqdeena ay dawladdu qaabishaabayd arintaas dayac weyn baan arkaa حقيقي ما دوك ديجان كوب تي عكيمي ما يسقى واحد ويان أيو تي عكيمي ما حكومة دكيمي تي عكيم حكومة دكي عكيم حكومة دكيم وساردي لها بكيم واحد عسكري قاس عسكري قرن بها إن عفوات كيس اللي ردي ده بهيد ضيع وين وين وي برنامج حيود بي حسب جو وضن السمايو وح ومحمد كاهين وربعين تلاه الله وقت قاسي وشجعين نمن دني راه وكيم حمر هرجس اللي وحري ما لا سعت هذا ها والله حكومة شلي والله حكومة واحد أركيسي أو محي هي تكون كوري قارر أركيسي اللي قصور دوين يوم ملتر إنما كاس أسكر ملتر يبي عين سيد الشيء كيو إن كوا كوري يا ترى اللي صور دوين دميريا كتيرة أو اللي صور دوين ملتر ينو قابلي ويجون حمر كيمي واحد هيد أرنتها سيد دين دتك سنة ضابي هيد waxaan arkaa in arinta in dib hoos loo eego oo dadnyarada mid kale waxa yaaba lagu weeydiyo waxa hebel baa lacag soo diray hebel daan anigu lacag noo soo dir kara anigu ii soo dir kara liban anigu lacag ii soo dir kara haduu ii soo diray maxaa dhibe ku jira qofka hadii uu ka hor yimaado jiritaanka iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland inaad u doodaa adigu miyaana ceeb kugu hayn idhageyso nimanka markii la xukumay sida la sheegay gariiqaankoodu sheegay مو توجين غريقان كيو دودي لها. يعني عسكري هاي كترسن دلان سومالان هاي نهاي. كوا هراء لسود وين يسعب كلو تمي. عسكر بي هاي كترسن إن ما دني ندل كودي بيوسف بوليو بينو وكيم الدين ماشي. كوا هراء نو وكيم الدين. لما دا دومي أنا سكمت هاي نسخ حوق هاي. هذا كوي ديني. أنا بدي كوا كل موي. ويوجي إنه وان كوا عدين كرا. هو يوم قوي ترين ولسود وين إن ما هاي حمر بي كيم الدين عسكر بي هاي هرجيسا لغو سود وي يدور القابلة وتلس كقول لغو قابلي كم حا كوا السود كوا السود وي يكوا الله حشري الحكومة يا ما هي كل دوي كوا واحد لوي دين يا دتك كوا كلا تكورة قارن السود وي قارن الحكومة بل لوي دين يا حسب كل مية مسؤولين وحلاي أو كتر سن وحاي شيئين أما أي عنا عرب كلفتين إن عبد الكريم نحمد موجة لو وحويان لو وضو لو قلقالين يو inu noqdo murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye waxaanu ka soo baxay
عبد الكريم أحمد موجي حسبي كل حسبي كوداني بوكسو بحاي عفوا سيوارتانو كوداني عبد الكريم هبين كهاد لي مش رح نمدي سل قدومي واحد حفلة قل عش شرف فوق قلاد حلو سمي وان حسوس تايو دم مقلدي سوون هيا وحب بلنقة هذه عبد الكريم إنه ما دابو شرفي عبد الرحمن عرو أمام بدن بو عرو كلا دول دعي وحب بلنقة هذه إنه شرفي أو حسبي ذي كلا سياني وقابلين وقابلي وحب بلنقة هذه وإلهي هرتي كبلنقة هذه أو أنت يدي فردي كبلنقة هذه إنه مركو كرسي جام مايرن ما كوجوليستو حتى ولي بحل بان ما ده كوجوليستو إنه عدة لبعض ودي سياي عبد الرحمن نقطي نقطه أيوب بلن قاضي وحنا من سنة هاي أوفوا بالعهد بالليل عبد الكريم وحنا رانا يا عهدي يا أدق شيء أوفي إلهي بعد كهر بلن قاضي أنا قاعد كهر بلن قاضي مقال كاجي هذا دقيس تو الدريمسة سيدا دقو تيق تيق ستي وقول نحن ستي وتقرن يسا تاو حن عبد الكريم بافرين وقدر يا ورانا يا بلن تادي فولي إلهي بعد قرته هل كان كتير يسوق لكن أنا كأحمد هان عبد الرحمن وانو بلن قاضي وفربانو بلن قاضي وحلقة شو بحلية أنا بلن قاضي سديت سنة تواصلنا كده ولي فرتي سدي بلنو تاجنه واي وحنا من سنة هاي إن وحلي له هذا عادي جيب بلنتو أي وح عادو على استهاي عبد الكريم إنت أصلا وسق ورنا يا إن حسب كل مية مش رح نمدي سنة مدبان كورنا يا إن وحنو أركاينه تاي وينش المدوجيسن وباس كيون سلطة الله بلينا يو عبد الرح نينك اللي هذا عبد الكريم مدة الله دورته مدة ده هك صباحه ما يرين مديس وحقبت كيس هامو تيو ودا يريه هدو هاللي هي مسرحيات كلو هلية وحن رلها كار جوتي وكل مية اللي هذا وعن نولين وبري هرتجي يلا جوجو حقن وسمع داد يو كل من هدي عبد الكريم لك هنا كل مية يا هدي قف كلو دبد لقى سو واردين لك هنا يا هدي مدو وداني لقى كحيل لك هنا يا هدي مدو عد لقى كحيل لك هنا واحد سمع ده وكل مية اللي هي مترتو ومدو كل حلية وين وارك أرجعنا ما أنت ضلكوا هالكم مرة يو يا حالا ده ينقو حيران إن خنتي دوا دوك تايو ماشي اللي يلاهدو أوغ يو 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 ماشي اللي يلاهدو إن حدودين واحد سوتشران لا بقول يلا واتن كيلومتر أيو سوتشران مسافة داس واحد لم يتها دل كين تاسه العيسى لا بقول يلا واتن كيلومتر بعد سيدا دركو العيسى أو ده على كسران وعينان هينين مركان توك دير بو هادلة يو يسناق محيطي إن دين عيد الشلا قدرين oo masafo badan isu jirto dalkii noqonaysa 140 ee dalka meelahan aad tilmaamayso yagoori aracadeeye aynaba intaas oo dhan baa nabad ama runtii intaas waxaan u arkaa deeg laga ma hadlayo wax weyn laascaano gobolkii sool magaalada xadiisi baa holaysa intana ciidama joogo deed wax weyn waa goobo culadeed un bay noqon kara awl ba horba soo laascaanada ayna ay joogin may joogin awl horba soo may joogin ciidan mu joogin ciidanka qaranka tirsan mu joogin aynaba ayna halay laascaanada waa goobo aan dadkoodi ku ogolayn bay noqdeen markii hore goobada dadkoodi ino ogol yihiin waxay u weegtahay in goobo khadacsa oo dagaal culadeed bay weegtahay laascaanood iyo sool runtii intaas waxay la mid tahay bal masafada waxna faansiinaya qofka adigoo kale ama maxay tahay kuwa kale la midka wax weyn masafada aan ku sheegay 220 kilometer waxay soo jirtay waxay la mid tahay meesha laa barbara iyo wajale 166 kilometer waa 220 kilometer waana afar waana saddex gobol intaas waxay soo jirtaa inta dalkii inta in leeg bas sol dhar ka ay u tahay wax weyn qofka aan dareensanayn wuxuu koodanaya waxaan ku jiraa nimco ye baraare wax weyn ma daabo sool iyo laas aanood iyo sanaag bari iyo buu hoodle sanaag galbeed iyo buu hoodle aynaan haynin oo calamadii ka babanayay dib looga soo qaatay waxay ka dhigantay dalkii oo 140 maqan tahay xaaladda dalku waxaan ku oranayaa in
حالد هلیس بین کشوره و تن ضروری کسی های برعو و درکی سایو دی حالد محیطی دیگر ندید هود که ولاد با کشورت و حیو باهن تهای داد اوکا و حالد دنده چیه تلاس عنو دی تنبا و کالو لیو کن نبدیه یا این ایدی ال کردیکتی و دیع دی دیع کو هدی دیع دی ای دولت دیم دی کوفشی لنتی این تلاب لگه قاضو محیطی لیله دو وردل کمیسی ودی کرته دی باقی گاینو دباق بطینو حدی کلا کمانی نوگو چراه نم عینو کچراه دیو حویم میل این تاکر در بینو بی گاری دون تا وحنا حسوس تا شنی سگاشن کی تقال کی مشروعی هلکن کدای هلکن بعید مسودی و ده هذل بله هلکری حلقین عیال بهید سیاب کلا لیسوق نعلها وحنا حسوس تا رجی مان ترجع اوجس ریه دل که مدحدی سوگس ریه یکو مشروعه جامینیه ایه هلکه سودیم یکو عیدو وط برع سودیم مرکی هرگی سد دقل کی دیو لگه سوگد بی با برع عیدن کالکا وریها معلمی تی مادی داد کی مرکا درن کدید بده این وده حاصل یو سیاب کلی لوگو وریو این اندلیرا آبانها و شقایست مرکا داد کی مرکا درن که کن کدیده بنه وحيابها رقي داد مركاوة تي اي كوهد ليني كوهد ريه وعقم دا افر يلا باعتن ساعدود باعت مقالة اللمدة قرد قياه الباباد الله يرحينا ايه ما انت واحد موداين وحيوك لأوريان محا كدن بي مركي اللا بس نضود دقال كبرعك السعودي ان رقوك عاي سلدان قولد باكم دها يوسف شاعر باكم دها ركالو بادن باكم دها ان كواسي ayuu kaano hawdka mareeno dadkii markaa deegaanka kale ee dawladdu dirisay aha loo yeeray oo nabad la qaban qaabiyay oo beesha habar jiclaay nabad qaban qaabisay aan ka soo jeeda oo markii laba sanadood wixii markaaba la joojin karay laba sanadood dhigu daatay nabad la qaban qaabiyay oo habar jiclaayntay nabad ka shaqeysay dawladdu ku khasabtay in la wada hadlo ayay ku dambaysay dad badan oo maxay haytay muhiim inay naga dhintay ayaa nabad laga ololay maanta waxad moodaa wixii markaa joogay inay saaka joogan oo aynaan ka korin waa arin la yaab leh weeyaan waa arin wax ku qaadasho leh dadkii xilligaa joogay way garanayaan oo way dhageysanayaan adigu dhalinyaradahay maanta in wixii oo kale jiraan oo laga hortagi waayo oo la odhan waayo muusow annaga u xallilayndee adigu de dalka taladiisii haddaad ku aanbatay annaga nabadda ka shaqaynayno dadka isku xidhaynay doorasho qabo meesha qunyar dhaaf oran waayey oo weliba horena waan u sheegay dadkii maanta deegaankayga ka soo jeeda beesha habar jeclo rool bay u bannaane kan rool baa uga bannaan dagaalkan halkan hawdka rool baa uga bannaan oo kaalaas canood rool baa uga bannaan oo muuse in la qabto oo xisbiyada mucaaridka iyo muuse la isu keeno roor baa maanta habar jeclo uga bannaan war waxaan leeyahay roolka qaata habar jecloy anigoo ku hadlaya af beelaysan waxaan leeyahay habar jecloy adee rayaal oo ilmaadee rayaal rool baa idiin bannaani qaata yuu idinku duldumin idinku oo halkaa daawanaya dalka waxaan aaminsanahay anigu dadkii ADR-kii markii dagaalku dhacayay joogay baan ahaa waxaan aaminsanahay beeshii ugu dhibta badnayd inaad tihiin beeshii ugu dagaalka badnayd inaad tihiin beeshii ugu xoreynta badnayd inaad tihiin wixii aad sidaa ugu soo tacabteen inay maanta habar jeclo idinku duldunto ilaahayna idinka aqbali maayo bini aadamkuna uu idin dareensan yahay oo idin og yahay anigu saasaan odhan lahaa way ee ugu dambeyn magaalada berbera dad ka soo jeeda deegaanada adigu aad ka soo jeedo oo wax weeyaan cuqaal leh oo waxgarad leh ayaa ku xidhan adigu ma la socotaa arrinka arrintaa waa la socdaa markaa dad deegaanka aan ka soo jeeda ahbaa xidhan halkaa waxaan ka taabanayaa wasiirkayga maxamed kaa inaan isku deegaanka nahay halkan shalayto markii uu ka hadlayey shidaalka wuxuu lahaa shidaalka waxaa looga amar qaadanayaa wasiirka macdanta iyo madaxweynaha looga amar qaadanaya okay waa sax inuu dadka
إنه شقدي أي الحياة يلا هذا واللوجا أمر قادنا يا وكسحنا يا وحن كلها هي وسير هذه أربعة دي تهاي هذه قد دجا هذه وسارة ده هذا أرمها جودها ملوجا ملوجا أمر قاتهاي إن عدين مكاجدن بيام كقول احترامه أيام كورلها دت كي دجان كاجد كسو تشيدي أي حيران بربربري جيدا دت كي كسو تشيدي بحيران waxay ku xirxireen deegaankoodii ba inta cagaf la galiyay oo aan waxba laga weydiin cagaf la galiyay oo la xirxiray markay diideen ay yiraahdeen ganacsiga iyo beera iyo dhulka iyo cagaf taa la watee deegaankayaga la marinayo naga daaya ayay xirxireen yihiin miyaanay dawladdu xaq u lahayn in cagaf marso miyaanay wax weeyaan aanay dawladdu shacabka ka masuulayn maxaad u diideysaan maxay oo odayaashu u diidayaan in wax weeyaan cagaftu shaqeyso oo dawladdu shaqeyso maxay hor istaagayaan iyagu waxaan u diidayaa oo hor istaagaya in cidin iyo kooxdiisa waxaan leeyahay reer berbera isku xuquuq ku noqdaan tusaale dhow baan ku siinayaa wadada Hargeysa u baxda iyo Taabarca u baxda deegaanku sharcigu wuxuu siinayaa in 5 kilometir istabtuga ugu shisheyn ay tahay deegaan kabariga waxa la gaaray oo in cidii gaarsiiyay inuu 54 kilometir magab istabta geeyo si uu intan ugu tagrifalo bariga halka wadada Hargeysa u baxdo kuma tagrifalo Taabar aw soo baxdo kuma tagrifalo miyaanu magaalada Maayir ka ahayn oo aan xaq u lahayn magaalada Maayir uu ka yahay sharci uu wuxuu siinayaa in 5 kilometir istabta ahaato 5 kilometir inu magaalada maamulo oo maamulaabu isbu sharci u siinaya wixii ka sheeyana ay deegaanka kale yihiin waa maayirkii degmada Berbera waxa uu xukuma oo maamula degmada Berbera waxa diiday inuu maamulo waxa diiday inuu maamulka xaq u leeyahay waa maayirkeedii laakiin ummada uu cadaalad sooro oo ay isku xuquuqdu ummadu u noqoto oo aanu midna 5 kilometir magaalada xukumin midna 45 kilometir ku tagrifalin buu in cidi xaq u leeyahay waa maayirkeedii ilaahayna waa weydiinayaa maan jeclayn inaan ku sii talax tago ee haddii dee uu dadka uu dulmiga ka dayn waayo waa lagu talax tagayaa cadaalad darridu in cidi ku haya dadka deegaanka bariga Berbera waayahay kaasi waxa uu ahaa wariye hore iminkana ah siyaasi Axmed Muuse Sakaaro tawadiyal waxaan ta ku soo gooynaa wareysi kooban oo aan la yeelanay ee siyaasiga ayaan leeyahay Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco. Wow, asbuur kisu fiican saaxiib. Wad keenshi samaa? Ma sha Allah. Saaxiib maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.